أشكال الدفاع عن النفس بتتلخص في إيه؟ هي ما فيش دفاع عن النفس بتتلخص في لعبة معينة. أي رياضة يقدر اللاعب يطلع منها السيلف ديفنس اللي هو محتاجه. طبعا ده بيرجع برضو للمدرب، هو إزاي بيديله التكنيك أو الموضوع يمشي معاه إزاي في الشارع. لكن كل الرياضات فيها سيلف ديفنس، مفيش رياضة ما فيهاش سيلف ديفنس، بس الموضوع كله المدرب هو اللي بيوجه اللاعب يستخدمها إزاي. إحنا مش بنعلم العنف، هو إحنا فعليا بنعلم إزاي نكبت العنف ونوظفه. إحنا بنوظف العنف ده، إمتى نستخدمه وإمتى لأ، إمتى أقدر أستخدم الضربات دي وإمتى ما ينفعش. دلوقتي على الأقل فكرة أن أنا عارفة أن أنا يعني واثقة في نفسي أن أنا عندي سلاح، أن لو اتحطيت في موقف هقدر أدافع وهقدر أتصرف، فده في حد ذاته بيخفف الموضوع أكتر بكثير. طب هل في ناس جت تتعلم وبعد كده الموضوع بقى رياضه مستمره ممكن ياخدوا فيها بطولات؟ طبعا ناس كتير، ناس كتير وموجودين النهارده معانا في الفريق، وصلنا مع بعض لبطولات كتير، يعني وصلنا خدنا بطولات محليه كتير، حصلنا على كذا لقب، خدنا وصلنا لحد بطوله العالم في المجلس العالمي للتدريب والحمد لله اخدناها. فلا في ناس مكمله الموضوع معاهم برياضه ومدربين معايا دلوقتي. تعرضت الموقف بعد ممارسه اللعبه؟ تعرضت في موقف، وساعتها بقى عرفت ان انا ادافع عن نفسي بشكل جسدي. بصراحه يعني لا الحمد لله ما اتحطتش في اي موقف، بس لو تعرضت مثلا لمضايقه بالكلام او كده، بقيت الاول كنت بخاف ان انا اصلا اتكلم، دلوقتي لا بقيت بقف وانا عيني مفتوحه وبتكلم، بلاقي الناس ساعات بتساعدني، فالحمد لله الموضوع بيتلم ما بيلحقش يوصل لحاجه. بس فكره ان انا اصلا بقيت اقف واتكلم وارد، دي في حد ذاتها لا فرقت معايا بشكل كبير. الفنون القتاليه ما اتعملتش عشان نهزر بيها، هي اتعملت عشان ندافع بيها عن نفسنا.